السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع آخر فيديو من فيديوهات السلك المستقيم وحساب الشحنة على نقطة تجاور السلك في نفس محوره مثل هذا الشكل. بنقول مثال عندي الكيو طبعا بتساوي لامدا على ال، اللامدا عطاها لي فوق ب 2.849 4 9 ضرب 10 أس سالب 12 على 3. القانون إما تعويض مباشر، عندي العلاقة مباشرة اللي هي الاي نت هتساوي الكي كيو اي على ال زائد الاي. طيب عاوز اكامل، ببدأ برضه اخد ايه الاي نت هتساوي دي اكس تكامل اي واي زائد ال، حدود التكامل حدود التكامل الاي، بعدين الجزء الطويل ده هو اللي هو ايه يا استاذي الاي زائد ايه ال، في الكي لامدا اللي هم الثوابت هيطلعوا بره، والتكامل لو عوضت بهذه العلاقة مباشرة هيطلع نفس الايه الناتج. مثال آخر طبعا هنا هعوض، هيطلع لي الايه الاي نت هتساوي 0.03 نيوتن لكل كولوم. طيب مثال آخر عندي بهذا الشكل، عندي طبعا الايه الاي نت هتساوي الدي اكس من 0 إلى 3 الكي لامدا. عندي يا أستاذ أعطيني اللامدا وأعطيني البروتون عند نقطة تبعد مسافة معينة، أدي الإيه الإيه. ممكن أستخدم علاقة تانية خالص، أخد حدود الإيه السلك بتاعي من 0 إلى 3 وأستخدم الكي في اللامدا، ولكن هنا هيبقى عندي إيه يا أستاذ الإيه زائد ال ناقص إيه الإكس، الإيه زائد ال ناقص الاكس اللي هي على في التربيع، دي علاقة تكامل غير العلاقة السابقة. بعد كده عندي هعوض هيطلع لي نفس الناتج. يبقى اذا هنا في السلك ثلاث حالات، اما تعويض مباشر او بنستخدم العلاقة اللي هي 2 كي لامدا من a الى ال زائد a في دي اكس على اكس تربيع اللي هي في العلاقة السابقة، أو بنغير حدود التكامل من 0 إلى 3. هنا عندي بيقول لي شحنة 16 نانو كولوم تتوزع على محور من إكس تساوي 0 ل إكس بـ4، عندي الإي إكس والإي واي. عاوز الاختياري أشوف الأول النقطة الأبعاد، عندي أدي سلك من 0 إلى 4 والبعد عند 10 متر. هنا لو انا عاوز استخدم حدود التكامل قلنا من 0 ل 4، يبقى هاخد العلاقه هي ايه ها a ال زائد a اللي هي 10 ال زائد a ناقص x كل تربيع، مش هستخدم العلاقه الاولى. طيب لو انا عوض عندي هنا يا استاذ ال a ال r بتساوي هي r ناقص x كل تربيع. بعد كده عندي يا استاذ عوض في ال a net ال a ال a y طبعا بصفر، ال a x هتساوي ال a net كي دي كيو على ار تربيع والدي كيو لامدا دي اكس. يبقى اذا الكي واللامدا ثوابت هيطلعوا بره علامه التكامل، التكامل هيبقى من ايه يا استاذ ها هنا طبعا عندي اللامدا بتساوي 16 على 4 اللي هي الكيو على الاي على ال، ونشوف حدود التكامل من 0 الى ايه 4، والثابت هيطلع بره حدود التكامل كي لامدا. يبقى العلاقه احنا وصلنا لها، نعوض بالاله الحاسبه هيطلع لي ايه يا استاذ ها بهذا الشكل. يبقى اذا 36 دي اكس لو عاوزها بالرقم، ولكن هو عاوز بالشكل 36، يبقى انا اختار الاي واي هتساوي صفر والعلاقه بهذا الشكل. يبقى اذا نركز كويس جدا ازاي انت هتستخدم حدود التكامل. طبعا احنا اتكلمنا عن تقريبا 12 او اكتر من 10 مسائل على حدود على مسائل السلك، وسلك عليه شحنه اما نقطه في المنتصف اما نقطه في المنتصف، والسلك شحنات يمين ويسار مختلف، والنقطه في الطرف والنقطه في الايه في بجوار الايه السلك. اخر مساله عندي اللي هي ساق طوله 2 تتوزع عليه شحنه، ما مقدار نفس الايه المساله او نفس الطريقه، هنقول له ايه نفس الشكل، عند ال ال وعند ال a ال d ال a y بصفر انتبه جيدا، وعندي ال a x هتساوي اكامل
اللي هو ايه كي لامدا هتطلع بره، عندي ايه حدود التكامل من كام يا استاذ؟ صفر لاتنين اللي هو طول السلك، يبقى الكي لامدا من صفر لاتنين دي اكس اربعة اللي هي ار اللي هي ال زائد ايه الجزء اللي هو مراد الحساب عنده المجال، يبقى اللي هو هذا الجزء الاربعة دي هي الجزء ده اهو من هنا كده يا استاذ، من هنا اللي هي في منتصف الى ان اصل الى ايه ال ال، يبقى هنا ايه والايه الاثنين، اصبح عندي ناقص الايه الاكس، يبقى هعوض بهذه العلاقه مباشره الكي ب 9 ضرب 10 9 واللامدا، عندي طبعا شحنه يبقى انا عندي لازم اجيب مين؟ اللامدا جبناها كام يا استاذي؟ ب 20، اعوض هنا واضرب بالآلة الحاسبة مباشرة هيطلع لي ايه 45، يبقى اذا في بهذا ايه الشكل يطلع لي ايه الناتج. وطبعا كده ايه كان اخر مسائل الايه السلك المستقيم الذي يجري عليه الشحنة. نلتقي بكم في الايه الحلقة او نصف الايه الحلقة والمجال عند المركز او خارج المركز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.